ديالهم كنشوف هاد الناس هادو بدا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم وكنشوف هاد الناس هادو بانهم تيكذبوا بزاف بزاف كيكذبوا ولد بو عبيد كيقول لك انا داير معاه 5 سنين انا ما دايرش معاه 5 سنين داير معاه 6 سنين وهو دابا خدم عليها 10 سنين وهالعقد ها هو هالعقد ها هو كتشوفوه هو دابا خدم عليها 10 سنين 4 سنين يعني غير قانوني خدام عليها غير قانوني وهاد الناس تيقول لك بان انا عندي يد خفيه شكون يعدو لي يد خفيه واش هذا اللي خدام عليها غير قانوني ولا انا ثانيا هذاك النقابي تيقول لك بانني انا يا حضر نهار اللي سار العقد كان هو حاضر وهاد النقابي ما حضرش هو هاد النقابي حضروا الناس عيط ليا ولد بو عبيد نهار اللي سار العقد وكدرت مع خويا باش يخلصوا في الطوموبيل ودار معنا هبطنا مع 7:30 ديال العشيه للمحطه ديال الطاكسيات المحطه ديال الطاكسيات ديال 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 كراج علال المحطه الكبيره تلاقينا مع 7:30 تما انا وخويا وهو من يهضر مع خويا قال لي بشحال الطوموبيل بغيتي تخليها لي قال لي الطوموبيل ما تجيب لي حتى 3 قال لي خويا نعطيك 6 قال لي لا لا قال لي الكريمه دايره 30 مليون قال لي خويا اسمح لي قال لي الله يعاونك مشى في حاليات خويا بقيت انا وياه الغد جيت عند البوليسي البوانتاج قلت له هذا السيد راه سلام على العقد خصو ما يخدمش قال لي شوف الحل اللي غدير هو تلاقى مع ناس قدام في المحطه الناس كبار وبعقولهم وفي المحطه راه هما غيلاقيكم وغينصفوكم مع بعضياتكم هادو هما الناس شكون هما هاد الناس قلت للبوليسي عيط لي على هاد الناس راه انا ما عرفتهمش ما تنعرف الناس قدام واخا قال لي تخدم في الطاكسي وما كتعرفش الناس قلت لي انا ما تنعمرش معاهم قال لي غتشوف الناس كبار غتشوف حليوات وغتشوف واحد الحاج عبد القادر ولا مات الحاج بوشعيب نسيت لي على سميتو واحد الراجل كبير وكيدير النظاظر ديال الشوف هادو هما الناس اللي عزل لي هاد الراجل ديال الامن قال لي هادو راه هما الناس اللي قدام في المحطه وراه غينصفوكم مع بعضياتكم قلت لي ماشي مشكل مشيت عاد دوك عند السي حليوات ريحت انا وياه في القهوه عيط على الحاج جا جلس معنا الحاج قالنا سيدي قال لي سير كون هاني حنا غنعيطوا عليه وغنريحوا معاه وغنهضروا معاه وراك تحريفي راه هما حريفيه وكيقول لي انت حريفي راه انت الاول مني ما غتعطيها لتا واحد راه انت الاول مني مشاو هضروا معاه خطيتهم مهله ديال 15 يوم مشاو هضروا مع هذا السيد ما بغاش يتفاهم معاهم عيطوا ليا قالوا يا شوف اخويا اسمح لينا وهذا السيد قال راه حنا جرينا معاك وهذا السيد راه ما بغاش راه كيطلب دابا 24 مليون يعني هذا هو جهدنا راه حنا جرينا معاك وهادي راه ما هداش الله وراه نتوما راكم كصحافه هبطوا للمحطه وسولوا على الحاج حليوات راه غيوريو لكم راه معروف تما هاد السيد ما حضرش الكذبه الثانيه اللي تيكذب هاد السيد النقابي اللي كيقول لك انا نقابي والمستوى ديالي في النقابه مستشار فهو كان يعطينا النيفو الدراسي ديالو اشنا هو في النيفو ديال المدرسه فين واصل بعدا عاد يعطي راسو هاد المهنه وهاد الشرف ديالو العظيم اللي عطاه راسو من بعد تيقول لك انا ما احترمتش العقد لامونداجي وما احترمتش الوزير ها العقد لامونداجي هو عندي وتشتي العقد لامونداجي اش تيقول لك انا السيد في المحكمه مع السيد راك شتي اش تيقول خص المحكمه اللي كتنصفنا وقال عاوتاني بانني انا يا خونت الوراق انا ما خونتش الوراق الوراق راه هما عارفين والبوليسي الامن اللي في البوست راه عارف الوراق كيفاش طاحوا السيد عطاني 25 مليون انا ما شديت من عنده حتى ريال هذا السيد هذا حتى ريال ما شتو من عنده الا عطى لشي واحد راه قال لك عطيت لشي واحد 20 مليون ولا عطيته 25 مليون يمشي يجيب هذا السيد اللي عطاه الفلوس اللي استافد الخدات 25 يمشي يجيبو قال لك تخرج 5 مليون كحلاوه ويشهد بها ويحلف هو انا مني مشيت بغيت ندير معاه العقد لقيت باه الله يرحمه مريح هو وباه وفين درت معاهم العقد انا حتى 7:30 ديال العشيه انا كنت كنخدم في الفران حتى المهنه ديالي فران كنت كنخدم في الفران جا عندي هذاك السيد قال لي ودي راه لقيت لك واحد الناس انا ضربت فيها كدير مع هذاك السيد كدير معاه 6 سنين حتى هو خدم فيها 3 سنين قال لك ودي انا يا خو كان عاطيها لخو قال لك خويا ما بقاش راه شقالي على الطاكسي وهادي وهادي انا راه تلاقيت لك مع واحد الناس مزيانين وهادي غندير معاهم 3 سنين وغتزيدهم 3 سنين هي 6 سنين قال لي وتير معاهم قلت لي ودي انا راه البيرمي كونفلونس مازال ما خرجش ليا انا دافعو ومازال ما خرجش ليا كل لقيتيه خارج ليا ما غاديش نزيد معاهم ولكن مني مازال ما خرجش ليا باقي ما عارفش فيد الله واش غيخرج دابا ولا مازال ما عرفتش
بالفعل مشيت قلت لي الا كانوا ناس مزيانين يخلصوني في شهري ماشي مشكل. مشيت معاه داني من الفران حوايج الخدمه لحقت لقيت هذا العقد مكتوب. هذا العقد لقيته مكتوب لحقت سنيت قلت لي وردني اخويا الفران. رجعت في حالي ردني الفران كنت كنخدم في الحريه في حمام فلسطين داك الفران اللي في حمام فلسطين. هادشي اللي كاين قهوه ما شربتهاش معاهم هاد الناس قهوه هما بجوج لا هذا ولا هذاك قهوه ما شربتهاش معاهم حتى انايا كنتمنى باش يخرج ليا البير مي كونفيونس نخدم في ديالي. فهاد السيد دابا هاد النقابي تيقول لك انايا هو اللي مكلف بالملف وكيقول لك دخلوا لي الطوموبيل وعطاو لي الامن وعطاوها لي الطوموبيل ما دخلوهاش ليا هما النقابه ما يمكنش تدخل لك الطوموبيل النقابه بسيفتاش اللي غتدخل لك الطوموبيل. الطوموبيل جاو خداوها من عندي الامن وقالوا لي بغات العماله بغاها السيد العامل. مني جا السيد العامل بغاها السيد العامل قلت لهم مرحبا خذوها. قال لك ارى البير مي كونفيونس ديالك جبدتو ليهم قلت لهم هاي انا ما كنتش كنخدم عليها حتى موقفها مني ما بغاوش يبانتيو ليا وقفتها. من السيد العامل اب ديال المحمديه ديال مدينه المحمديه بغا الطوموبيل هذاك راه با انا وكل شيء هذاك عطيتو الطوموبيل عطيتهم البير مي كونفيونس ومشيت ريحت سيمانه مشيت جبت الطوموبيل مشيت عند الامن عطوني الطوموبيل خلصت الفوريان خلصت ديباناج شي 9200 جي الطوموبيل قال لي البير مي كونفيونس في العماله ما عطاو ليا اش دايرين فيه دايرين فيه مخالفه وانا واخا ما دايرش مخالفه دايرين ليا مخالفه مخالفه الله يعلم ديالاش الله يعلم مخالفه قال لك اسيدي باش ما تخدمش عليها وكان سوق بلا تنقيط. وهذا السيد اللي كيقول لك عدو انا عندي يد خفيه واش هذا السيد داير مع 6 سنين وهو خدام عليها 10 سنين دابا 4 سنين خصنا نشوفوا شكون اللي عدو اليد الخفيه واش انا ولا هو. وهاد ولد بوعبيد راه ما محتاجش راه الناس كاع كيعرفوا ولد بوعبيد وراه ولد المنصوريه ولد بن شقشق وكاع كيعرفوا الناس ديال المنصوريه كي كانوا ودابا كي ولاو تبارك الله في المستوى الله يسهل عليهم. ولكن هاد السيد راه اموال كثيره عنده وراه معروف في المحمديه ولا في بن شقشق راه معروف ما تيخدمش على الطاكسي راه عنده شي جوج طاكسيات ولا ثلاثه عنده قهيوات عنده كاري مغازات نوريكم الا بغيتي نديك استاذ نوريك عنده مغازات عنده قهيوات عنده مشاريع والله يجعل البركه. السيد ضارب فوق 46 مليار الله يجعل البركه. السيد اش بغى عندي انا اللي ما عنديش وكيقول لكم خدام على امو وانت حتى كتشوف حتى راك جيتي هاد السكنه راه ماشي ديالي هاد السكنه اللي انا مريح فيها راه ديال الوراثه ماشي ديالي راه 9 نفوس باغين في هاد السكنه حقهم وكيتسناو باغين نخرج باش ياخذوا حقهم وعلاش انا غيضيعني في رزقي. والناس النقابيين ماشي بحال هاد النقابي اللي تيهضر النقابيين ديال بصح تيقول لك ديالك وباغي تخدم فيها من حقك تخدم فيها. اشنو كاين في هاد القانون اش كيقول هاد القانون هذا هاد الناس وعندي حكم ديالي نهائي راكم شفتو ديك المره هو الحكم النهائي استئناف وديال المحمديه وهو كلشي عندي ها هو كتشوفو كلشي عندي الحكم ديالي كلشي ها حكم نهائي وكلشي وباقي انا وياه في المحكمه. وهاد سميتو وهاد 4 سنين دابا اللي خدمه هويا دابا راه شي عام وزياده ما مخلصنيش والقانون تيقول لك غير شهرين الا ما خلصكش يتاخذ ديالك. تقول بانه كيخلصك عبر المحكمه دابا خصك تمشي للمحكمه انت غدا وشوف. هاد السيد راه عام دابا ما خلصنيش وعام وزياده ماشي غير عام وما خلصنيش. حنا العقد لا منتج حتى شتيه والله ينصر سيدنا وهاد الناس راه كنطلب منهم يجيو يعطوني ديالي وماشي ديال كريمتي راه عندي وراه ما عندوش حق يخدم نهائيا هاد السيد هذا. علاش حدا ديك الطوموبيل روشيرشي راك تشتي روشيرشي وقريتيه حتى هذيك الطوموبيل راه روشيرشي من عند الامن هي من الدائره ديال درب الشباب الشانع هو اللي مكلف بهذا الدوسي هذا في درب الشباب ها هو. وهاد السيد راه ما عندوش حق يخدم واش هاد الدوسي واش هاد الروشيرشي تيتلغى ما يمكنش يتلغى راه روشيرشي ما فيش من الى راه فيه غير من ماشي ما فهمتش انا ما فهمتش هاد اليد الخفيه عند من
هذا راه عنده يدين خفيين، ماشي غير يد خفيه، يدين خفيين. هذا بزاف هاد الناس، هذا بزاف هاد الشيء، هذا بزاف. وكريمتي هي عندي وما نخدمش عليها، الطوموبيل رانا مخرجها ب 26 مليون، وها انت كتشوف كل شيء. هي عاطياني العماله باش نخدم، راك شتي العماله عطاتني باش نخدم، وعاود قالت لي لا، ماشي قالت لي لا، نادو حبسوني، ماشي حبسوني، اما عطاوني باش نخدم. انت كتشوف هذه ديال باش دفعت الضريبه، باش خرجت، باش دفعت الضريبه، وهذه ديال الروراج، ورقه ديال الروراج، ها هي ورقه ديال الروراج باش الروري. ملي مشيت بغيت عند البوانتي، عند بغيت نبوانتي عند السيد الراجل ديال الامن، فقال لي حتى هو جاري معايا، قال لي لا ما تبوانتي، هضر مع العماله. ملي هضر مع العماله قال لك اسيدي، قال لك اسيدي ما خش، خش ديسيزيو يجي فوق ديسيزيو، فانا ما درتش ديسيزيو فوق ديسيزيو. فهاد النقابي فهو ما دايرش خدمته اصلا. علاش قلت لك خاصو المستوى الدراسي شويه؟ حتى هاد السيد ما دايرش خدمته. انا مني كنمشي للعماله كنطلب طوموبيل بلا دعم، فهما قالوا عندي دوسي في العماله. النقابه كاع، النقابه ديال كازا راه كتعرف هذا القانون هذا، عندي الدوسي في العماله خاوي، ما فيش نزاع، مني تيقلبوه ما فيش نزاع. خداو من عندي التصويره ديال الكريمه ديالي، ها هي التصويره ديال الكريمه، ها هي خداوها من عندي، خداو من عندي التصويره ديال لاكارت، خداو من عندي التصويره ديال لاكارت كريز ديال المرسيدس. فعطاوني الوراق، عطاوني هذه هي الاولى، مشيت خرجتها من، مشيت لدار الضريبه جمعت اوراقيه في دار الضريبه، راه 15 يوم انا كنجري معاهم، تجمعتهم عطاوني باش دفعت باش خرجت طوموبيل جديده كريدي. وهي باش جيت عندهم عاوتاني على الروراج، عطاوني الورقه ديال الروراج، هي فيها شهر. مشيت بغيت البوانتي، حبسني هاد البوليسي، عيط للبوانتاج، عيط للعماله، العماله عيطوا لي قال لك لا خاصك تجي تلغي لينا هاد الشيء اللي عطيناك، سنيني لا عاد عيطوا ليهم هما، عاد جابوا وراهم ماشي يديروا لا مارس، حتى انا هما ما عندهمش ديال الخفيه، وراهم ماشي يديروا. ولكن هي في القانون العماله ملي تيجي عندها هذا السيد وتتعطيني هذا وتيجيو عندها، خصهم يقولوا لهم فكتوا هاد الربع سنين، وانت عندك نقابه فيك انت اللي ما دفعتيش نزاع للعماله، فيك انت صافي، هاد السيد راه عطيناه، عندك معاه نزاع في المحكمه، وسيروا للمحكمه، هاد السيد راه خدا ديالو باش يخدم. لا ناضو هما ساندوه وشدوه وساندوه، وانا راه مخليني مكرفص دابا 62000 ريال في الشهر ديال الكريدي، ملي غنجيبها. وحنا كنشوفوا الله ينصر سيدنا، والله الله يصاوب هادشي اللي كاين. وكنبغي الناس اللي في المستوى، الناس اللي عندهم مستوى كبير وكيخدموا هاد البلاد بالنيه ديالهم وبالمعقول، وما تيخونوش بلادهم وما تيخونوش سيدنا، هادو هما اللي بغيت انا يساندوني ويوقفوا معايا. اما هاد الناس اللي تيلعبوا بالقانون وتيلعبوا بالمغربي وتيلعبوا كيضحكوا على الانسان المغربي، فهاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله. خصوش يمشي عند النقابه، خصو يمشي عند عليم، هاد السيد خصو يمشي مع 3.5، يمشي للجامع مالي ويدخل، راه غيلقى عليم تيقول الحديث، وغادي يوريه العقد وغيقول لي هاد السيد راه دارت معاه عقد ديال 6 سنين، ماشي ديال 5 سنين، ها هو عندي راك قريتيها استاذ، ديال 6 سنين، ويقول لهاد العليم درت معاه ديال 6 سنين وخدمت عليه 10 سنين، ويقول لي بحالك وخدمتها صحه. وهذاك العليم يتصنت ليه اش غيقول ليه على العقد؟ راه العقد راه مخرجو رسول، ما مخرجوش وزير، مخرجو رسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي مخرج العقد. 5000 ريال خصك دير مع بنادم العقد، وهاد السيد راه داير مع عقد، هاد السيد راه ماشي، هاد النقابي راه كيتخطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتيهضر معايا بشي هضره اخرى. انا راه ما لا حول ولا قوه الا بالله. وكنشكروك اخويا، والله يرحم لك الوالدين، والله ينصركم وصافي، والله ينصرنا على الحق هادشي اللي كاين.